أهلا بكم جميعا. يتواجد في عالمنا حيوانات مدهشة حقا، ولكي تتعرف عليهم أنت لست في حاجة للغوص في أعماق البحار أو التوغل في الأدغال البرية. ففي بعض الحالات هناك مخلوقات مألوفة يمكنها أن تدهشك كثيرا مثل الأحصنة. وأنا هنا لا أشير إلى الحصان المجنح أو عن أحادي القرن الأسطوري، ولكن في هذا الفيديو سنقدم إليك أغرب 10 خيول لن تصدقها. لا تنظر بعيدا، خذ لحظة للاشتراك في قناة غذي ذهنك من خلال النقر على هذا الزر الأحمر للاشتراك، وقم بتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. حصان بينتاويان. يبدو أن الأحصنة التي كنا نراها على ألعاب الكمبيوتر لم تكن من صنع فنان ما، ولكن تنتمي إلى فصيلة حقيقية من الأحصنة، وبمقارنتها بباقي الفصائل فهي تعتبر فصيلة شابة لأنها قد سجلت رسمياً عام 1992. هذه الفصيلة قد ورثت غالبية جيناتها من أجدادها الخيول العربية والتي قد تحدثنا عنها سابقاً، وما يميز تلك الفصيلة أكثر هو لونها، حيث تشبه شريط الشوكولاتة الملون بالأبيض والأسود، وكلما توازنت الألوان في الحصان نفسه كلما زاد سعرها، ولهذا تعتبر هذه الفصيلة نادرة جدا، حيث يتواجد منها 300 فقط مسجلين. ولكن السؤال الأهم هو، هل ذلك الحصان أبيض في أصله وعليه بقع سوداء، أم أنه أسود وعليه بقع بيضاء؟ حصان البرشيرون. إذا كان مكان وثقافة الحصان يجذبونك، فسيكون حينها البرشيرون أفضل اختيار لك. انظر فقط إلى الكم الهائل من العضلات المحمول على الأربع أرجل، ويرجح أنه في العصر الجليدي كانت أجداد تلك الفصيلة تملأ غمار الأرض الفرنسية، وبعد قرن استعملها الفرسان ذو الأسلحة الثقيلة. ولكن عندما رأت الأحصنة أنها تحمل أحدهم داخل صفيحته ومن ثم يقع من على ظهرها، لم يعجبها العمل واتجهت إلى جر العربات. وفي الحقيقة نحن لا نعرف الدم الأصيل الذي أتت منه تلك الأحصنة، ولكن نظرة واحدة إليه تكفينا للحكم عليه أنه حصان رائع. فهو حصان هادئ ولطيف وحنون. في الحقيقة نحن نود امتلاك واحد، وأنت المشكلة الوحيدة تكمن في أين سنضعه لكي ينام. الحصان الفريزيان. إذا كنت قد بحثت في جوجل مسبقاً عن أجمل حصان، فإنه من المؤكد أنك قد رأيت صوراً لهذه الفصيلة. تلك الفصيلة لا تتميز ببطولتها ولا بلبدتها فقط، بل أيضاً بجمالها غير العادي. هذه الأحصنة الكبيرة والأنيقة لا تتواجد إلا باللون الأسود، ولديها لبدة وذيل سميكين، ومظهرهم لا يدل إلا على أنهم قد أتوا لنا من عالم السحر ومصاصي الدماء. وليس من الغريب أن تعرف أن أحصنة تلك الفصيلة تدعى باللؤلؤة السوداء، فهي بالكاد تستحق ذلك اللقب. جدير بالذكر أن شكسبير قد ذكر تلك الأحصنة في إحدى أبياته، ولك أن تعرف أن تلك الفصيلة نادرا ما تشارك في الرياضات، فهي قد خلقت بغرض التزيين، بمعنى آخر للظهور في المعارض. وللأمانة تلك الفصيلة الزاهية تبدو أكثر جمالا من أي كلب صغير مدلل. الحصان الغجري. هل تتذكر أحصنة الفرزين السوداء التي تتميز بلبدة كثيفة وجسم ممشوق؟ إليك منافسهم القوي الحصان الغجري، الذي قد نشأ في إيرلندا ولم يكن يعرف منذ عدة عقود، ولكن تران أصبحت الأعلى في العالم. فتلك الفحول تصل أسعارها من بين 10,000 إلى 25,000 دولار، بينما حصان آخر قد يكلفك 800 دولار. يا له من اختلاف، مما لا شك فيه أن الغجر قد تأثروا فيه وبنموه بشكل ملحوظ، وذلك لأن نمط حياتهم الصعب والمتغير جعل تلك الأحصنة تتحلى بقوة شديدة. ولكن على الرغم من ذلك فإنهم يتصفون بشدة الهدوء، ونحن لا نمزح. ففي بعض الأحيان تترافق تلك الخيول الغجرية في تنافس شديد مع أقرانها لكي يصلوا إلى وجهتهم. أخي الحصان، كل شيء على ما يرام، ولكننا قد انحرفنا بعض الشيء. بالطبع تلك الأحصنة جيدة للحياة الريفية ولكل من يريد أن يمشط الشعر الغزير، فود تلك الأحصنة ليس له حدود. الحصان البري. موستانج. ربما قد سمعت عن حصان الموستانج البري الذي يعيش في مراعي أمريكا الشمالية، ولكن من أين أتى؟ لم يعش في تلك المساحات الشاسعة منذ وقت طويل، وبالتالي عندما أتى المستعمرون لم يكن موجودا، ولذلك يرجح أن من أحضره هم المسافرون القدامى، فهم لم يجلبوا الشاي ومستحضرات التجميل فقط، بل وأحصنة أيضا. حسنا، ربما نفسر وجودهم بأنهم قد هربوا منهم أثناء استكشافهم أو أثناء معاركهم مع الهنود، أو قد نسي أحدهم تلك الأحصنة وبشكل ما عاشت في السهول وبدأت شيئا فشيئا تتكاثر وتزداد، حتى وصلت في القرن 19 إلى 2,000,000. بالكاد لم يظل ذلك الرقم كما هو،
حيث تعلم البشر إيواء الحصان وبدأوا في امتطائه. ولكن مثل ما كان في فيلم الرسوم المتحركة Spirit، حيث كانت هناك أحصنة جامحة لم يستكينوا للبشر، وللأسف الآن ذلك النوع لا يتخطى 20,000، ولكن تستطيع رؤيتهم من المكسيك حتى تخاس. حصان السراج الأمريكي، تخيل لو أنك قمت بزيارة وكالة سيارات وطلبت منهم أن يظهروا لك سيارة تحمل مواصفات قوة الجرار وسهلة الحركة مثل سيارة الدفع الرباعية وجميلة كسيارة سبور إيطالية، حينها سيقوم البائع برفع أكتافه لك، ذلك لأن تلك المواصفات مجتمعة في سيارة واحدة لا تتواجد. ولكن في بداية القرن 19 عندما كانت الجرارات غير موجودة، قاموا بتهجين نوع من الأحصنة يملك كل تلك المواصفات، حيث كانت الأحصنة مجهزة للسفر بعيدا وقوية المناعة وشديدة الجمال، فضلا عن ظهرها المريح حيث تسافر بصاحبها إلى مسافات كبيرة دون أن تسبب له الألم ولا ينسى قوامها الممشوق. فهي تعد مزيجا بين وحيد القرن والتمساح، ولديها 5 سرعات مختلفة فقط ينقصهم لوجو لامبورغيني. الحصان العربي الأصيل، من المؤكد أنك قد سمعت ذات مرة أحدهم يتحدث عن الحصان العربي ولو لمرة في حياتك، خصوصا إذا شاهدت الأفلام التاريخية أو قرأت كتب المغامرات حول الخيول ترعى في شبه الجزيرة العربية من بين السنة 4 ميلاديا إلى 7، وما زالت تستخدم في السباقات والمنافسات، وأكثر ما يميزها هي صحتها العالية ومناعتها القوية لدرجة أنه يمكن مقارنتها مع هالك. وعلى الرغم من ارتفاعها القليل ووزنها الضئيل، فهذه الفصيلة تستطيع حمل فارس ناضج وثقيل وتسير به لمسافة 160 كيلومتر. يا لها من مسافة! بالطبع ليست ذو لون أخضر ولا بعضلات بارزة، ولكن من يدري، ربما تستطيع تلك الخيول في يوم ما أن تقفز وتتطور سريعا وتصبح أكثر ضخامة. فصيلة الحصان ذو الشعر المجعد الأمريكي، لا نتحدث عن أي حصان لعبة ولا عن حصان أرستقراطي يرتدي عباءة على ظهره لكي يتحمل البرد، ولكننا نتحدث عن حصان ذو شعر مجعد تماما كما سمعت. فقد تم اكتشاف تلك الفصيلة لأول مرة في عام 1898 في نيفادا، وفي الحقيقة يجهل العلماء أصل تلك الفصيلة ولا يعرفون كيف ترعرعت، لأنه يتواجد عدة نظريات ابتداء من هجرة جماعية حتى القول أنهم هجنوا من حصان أجنبي بشعر مجعد. ليكن ما يكن، فالمهم أن هناك محب ما قام بتربية تلك الفصيلة حتى تكاثرت وانتشرت في كافة أرجاء الولايات المتحدة بفضل فروتهم السميكة، واستطاعت تلك الأحصنة العيش وتحمل درجة الحرارة المنخفضة وهم يشعرون بالراحة حتى عندما تكون درجة الحرارة أقل من 40. بالإضافة إلى ذلك فهم مطيعين ونشطاء وطيبين. ولكن من يهمه تلك الصفات عندما يرى حصانا بشعر مجعد أمامه؟ الحصان المرقط. إلى محبي فيلم 101 دلماسي، ها قد وجدنا لكم حصان دلماسي. هو فعلا حصان مرقع مناسب جدا لأداء الأفلام مع ديزني، وسيظهر جليا بسبب حجمه الكبير، ولكن للبعض سيظهر كجسم كبير مخلط بين كلاب صغيرة من اللون الأسود والأبيض. الحصان المرقط عبارة عن فصيلة غير عادية نشأت في الدنمارك، وذلك بفضل فرس من أصل إسباني قد جلبت إلى البلد حينها. وعلى الرغم من أنها كانت نادرة، إلا أنها الآن في متناول الجميع، ويمكن لأحدهم شراؤها للاستعمال الشخصي، وذلك لأنها أصبحت تعيش في عدة أماكن. ولكن لا تخبر هذا لياكرويلا دي بيل، اتفقنا؟ الحصان أكحلتيكي. هذه الفصيلة من الأحصنة ترعى في تركمانستان منذ 5,000 سنة، وتعتبر الفصيلة الصناعية الأكثر عراقة في العالم، وكل الفصائل التي ظهرت مؤخرا لا تخلو من تأثيرات تلك الفصيلة. لذلك يمكننا القول أن أحصنة هذه الفصيلة هم أجداد الأحصنة الحديثة، وإذا رأيت إحدى أحصنة تلك الفصيلة لظننت أن صاحبها لا يحبها بشدة بسبب مظهرها النحيل، لدرجة أنه يمكنك رؤية ضلوعها تحت جلدها الناعم. ولهذا لا تعد عراقة تلك الأحصنة الميزة الوحيدة التي تملكها، فلو كانت كذلك لما أضفناهم إلى قائمتنا. ولكن فضلا عن عراقة أكحلتيكي، فإنها تتميز بهيكل فريد ومرتفع وبشرة ناعمة وقوام نحيل ممشوق، ولهذا ليس عليك القلق حيال وجبة الساعة 6 مساء. أصدقاؤنا، إذا كانت قد أعجبتكم الأحصنة لا تنسوا أن تضغطوا أعجبني وأن تخبرون عن الحيوانات التي لا تصدق أنتم أنكم تعرفوها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.